هذه اللوحة رسمت أيام الحجر الصحي، رسمها الفنان بالبشير وكرم بطريقته كل الأشخاص الذين ضحوا بحياتهم من أجل حياة الآخرين. قمت بإنجاز لوحة زيتية كبرى أبعادها 12 متر على مترين ونصف بمعية تلامذة دار الفنان. هذه اللوحة الزيتية اللي هي عبارة عن رسالة شكر وعرفان لكل من وقف ضد هذه الجائحة. هذه مبادرة طيبة اللي قام بها هذا الفنان في حق هاد الناس اللي لعبوا واحد الدور كبير في هاد الأجواء تاع هذيك الجائحة اللي عشناها خلال هاد الشهور كيستحقوا أكثر. عرض اللوحة الزيتية في مدينة السعيدية تزامن معها تكريم مختلف الأشخاص من مختلف القطاعات الذين وقفوا ضد الجائحة. هذا الشيء ما يزيد غير واحد الحماس وواحد يعني واحد النفس جديد للمواجهه ديال كارثه صحيه بحال هذه. نتمناو باش هذه الامور تزيد، وفي الحقيقه خصنا نديروا يد في اليد مع هاد الفنانين لانهم عندهم واحد التفكير وعندهم واحد الرؤيه يعني في واحد الشكل. هذه اللوحه معروضه في ساحه 20 غشت في مدينه السعيديه في إطار معرض فني يقيمه الرسام بالبشير في اللؤلؤة الزرقاء.